مساء الخير. لأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تتحقق في غياب الطابع الفني والإنساني، استضافت منظمة الأسكوا اليوم السيدة ماجدة الرومي، والهدف التخفيف من حدة الفقر لدى الشباب. تلبية لدعوة منظمة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، زارت السيدة ماجدة الرومي مقر المنظمة، حيث تعرفت عن كثب على الخطوات التي يقومون بها للحد من الفقر لدى الشباب في لبنان باعتبارهم حصاد المستقبل وأداة تغيير جذري. كأنهم بدعوتهم لإلي عم بدقوا على وتر حساس كتير عندي. أنا حدا ما بقدر أقبل حياتي مختصرة بصوتي غني. أنا إنسان جاي اشهد هالكون لإنسانيتي ولربنا اللي ساكن فيي، وأنا حدا بآمن إنه لازم يكون فاعل قدر الإمكان إيجابا بهالمجتمع. تعو تنحارب الشر بالخير، تعو تنحارب الحرب بالسلام، تعو تنحارب الخلاف بالمصالحة، تعو تنحارب العنف بالوداع، تعو تنهزب نفوس الشباب بالعلم ونسلحهم بالمعرفة. الجهل بي الفقر وأمه، والفقر مهد الحروب، حاضن العنف والفساد والضياع. تعو تنزرع بشبابنا قيم الفنون الجميلة الرائية، لأنه تطور الشعوب بتنقاس بالفنون الجميلة، لأنه الفنون الجميلة لأي دولة بالدنيا هي الناطق الرسمي باسمها ومقياس تحضرها وتمدنها وتطورها. وكانت لسفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة الأغذية والزراعة الفاو ماجد الرومي جولة في مبنى الأسكوا منها المكتبة، حيث اطلعت من مديرها على المراجع التي تضمها منذ تأسيس الأمم المتحدة وكيفية الحصول على المعلومات التي توفرها للباحثين والطلاب. واستمعت بعدها ماجد الرومي إلى عرض حول ماهية الأسكوا وبرامجها للتخفيف من حدة الفقر في لبنان، ودعت الشباب العربي إلى التحصن بالعلم والمعرفة لأن الجهل يؤدي إلى الفقر. حصاد المستقبل هني، وهني شو منزرعن، شو منزرعوا بأنفسهم اليوم. تعوا تنحاول إيد بالإيد نحقق هالتغيير. هذا اللي عم نعمله كله ما بيكفي إذا بعد هاي الخطوة ما في خطوات، ما بيكفي، ما بتستحق الأرض الطيبة أنه